ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ تعالوا نتكلم بسرعة بشكل سريع عن خطوات استلام النجارة، نجارة الأسقف بالتحديد. طيب، في البداية خالص حضرتك المفروض بتنزل على السقف تستلمه قبل الحداد، تستلم السقف قبل ما تحط سيخ حديد واحد يا باشمهندس. ودي الموضوع ده لازم تكون اجريسيف فيه جدا، لان احيانا بعض المقاولين بيستعجلوا وبيحطك قدام امر واقع وبينزل الحداد يشتغل ويقول لك تعالى يا باشمهندس ده لسه في الرقه الاولى بيشتغل حديد الرقه الاولى، فممكن حضرتك تستلم وعادي خالص مفيش اي مشاكل واللي انت عايزه هنعمله. تمام، انت هتطلع الاول تستلم فوق السقف، الابعاد الخرسانيه اللي فوق السقف، تستلم كل كمره، تخليش يديلك اوكسات، هل الكمره موجوده في مكانها على الاكس بتاعها بالظبط ولا لا؟ تمام، تستلم الاماكن اللي ليه المعماريه اللي ليها تفصيله انشائيه في الخرسانه، يعني زي الحمامات، الحمامات غالبا احنا بنهبطها او بنقلل سمكها، فتستلم مكانها بالظبط، يعني ما تروحش مجرد انك تقيس ده مهبط المكان، مهبط الخرسانه فخلاص مش مشكله، لا انا اقيس بقى تهبيط الخرسانه ده موجود فين اصلا. تمام، تستلم كل الابعاد الخرسانيه اللي عندك، يعني تستلم الكمرات طول في عرض في ارتفاع، الدبس، نخلي الدبس ده شويه هقول لك هتستلمه ازاي. تستلم لو عندك مثلا بواكي، تستلم عرض الباكيه كام في كام، وتكون متربعه، يعني تقيسها من قدام، مثلا طلعت الغرفه مثلا او من الكمره للكمره 4 متر، يبقى من فوق 4 متر، من النص 4 متر، من هنا 4 متر، الجنب الثاني برضو تقيسه 3 مرات وهكذا. تستلم ركوب القمر على العمود، القمر راكبة على العمود من الناحية دي ولا من الناحية دي. تمام، لو عندك فلات سلاب وعندك دروب بانل او انفيرتد بانل، تستلم ابعاده بالظبط، المسافة بين الابعاد قد ايه. المفروض تستلم داير السقف كله برمته، يعني انا مثلا السقف مثلا عندي فلات سلاب او سوليد سلاب عرضه مثلا 40 في 30 مثلا يعني، فتروح تستلم ال 40 في ال 30 مظبوطه، ما تزيدش ولا تقل. تمام، ال 40 في ال 30 دي بقى اللي هي دوائر السقف، تاكسها مع اللي تحت، يعني لو تحت منك سقف تشوف علاقته بالسقف اذا كان شبهه ولا مختلف عنه وتاكسه معاه، او تنزل شغول واللي هو ثقل يعني، وتقارنه باللي تحتيه، وبناء عليه تشوف هل هم منطبقين على بعض ولا لا، لو شبه بعض. طب لو مش شبه بعض تقارنه باللي تحت، تعمل كوردينيشن بسيط كده وانت واقف، تشوف الفرق بين اللي تحت واللي فوق، في سلاح طالع تستلم بروز السلاح اللي طالع ده 20 سم 30 سم ايا كان. تمام، ده كله ده بالنسبه للنجار. تشد خيط على الاربع جوانب بتوع السقف او ايا كان عدد الجوانب، تشد خيط على بعد متر كده ولا حاجه، يكون مستقيم ومزوي مع الخيط التاني، يعني تشد خيط وخيط وتزويهم مع بعض عن طريق نظرية فيثاغورس 3 4 5. تمام، بحيث انك تتأكد ان هم متعامدين تماما على بعض، وتستلم منه داير السقف بحيث ان السقف بتاعك ما يكونش لاعب يمين وشمال يا باشمهندس، يكون موازي للخط تماما. طالما انت هتقيس من مكان، يعني مثلا هتبعد عن الجنب مثلا متر، يبقى متر على كل وانت ماشي بالشريط تقيس من جوانب السقف متر متر متر، فالموضوع لو لقيته المتر ثابت معاك يبقى خلاص، يبقى السقف مستقيم تماما مفيش اي مشاكل. لو عندك كيرفات او اي حاجه، يعني حته مثلا على شكل كيرف ولا حاجه، تستلمها برضو. تستلمها ازاي؟ توقع مكان سنتر الكيرف على السقف، يعني انت بيبقى معاك لوحه طبعا، وهو بيبقى جايب لك لوحه شوب درونج، المفروض نقطه السنتر هو بيبقى محددها لك في اللوحه، السنتر بتاع الكيرف محددها لك، يقول لك والله من العمود ده او من الكمره ده مثلا 2 متر ونص، ومن الكمره دي 3 متر، فانت تحددها وتدق مسمار وتشوف نص القطر اللي موجود عندك في اللوحه كام، وليكن نص القطر مثلا 3 متر، يبقى تروح تخليه يقطع لك خيط ويحط فيه اول مسمار في اول مسمار واخره تربطه في المسمار اللي انت دقه في السقف، ويكون الطول الصافي بتاعه هو نص القطر 3 متر مثلا، وتمشي المفروض المسمار اللي انت ربطه ده يكون مماس تماما بجوانب النجاره اللي هو عاملها، يطلع مماس تماما بجوانب النجاره اللي هو عاملها. دي ازاي تستلم لو عندك كيرفات ولا حاجه.
عندك ضغطات، الضغطات دي اللي هي الفتحات اللي في السقف تستلم ابعادها، تمام؟ طبعا هو ما بيعملكش فتحات عشان ما تتفاجئش وتروح تلاقي الخشب مقفل الدنيا، وتروح تلاقي مكان الفتحة هو برضو مش عاملها مقفلة، هتقول له فين الفتحة؟ ما تحطش نفسك في موقف بايخ. هو ما بيفتحهاش، ده هو بيعمل لك صندوق مثلا، وليكن الضغط بتاعك نص متر في نص متر، فهو بيعمل لك صندوق نص متر في نص متر، وبيجي حاطه لك عليه على تطبيق الخشب. طبعا احنا بنصب حواليه ما بنصبش جواه، تمام؟ تتأكد من الأبعاد بتاعة الخشب، وما تقيس البرواز اللي هو عامله لك من جوه جوه، قيسه من بره بره. تقيس يعني البرواز بتاع الضغط يا باشمهندس، لو عندك ضغط وليكن يعني نص متر في نص متر، فالنص في نص ده أو الخمسين في خمسين دي بتتقاس من بره بره مش من جوه جوه. تمام؟ تتأكد إن هي في أماكنها بالظبط، تعمل لها كوردينيشن او تنسبها لحاجه تانية انت استلمتها، ويفضل انك تنسبها للاكوسات. ايه تاني يا باشمهندسين؟ لو انت عندك جوانب تستلم منه جوانب الداير بتاعك، الداير بتاع السقف بتاعك، تعال بقى عند الموازين، تستلم منسوب السقف تماما، وبناء عليه تستلم منسوب قاع القمرات، وبناء عليه تستلم منسوب قاع الكاميرات. هتقف في مكان ثابت، لو حاجة جنبيك، سقف جنبيك، مبنى جنبيك مصبوب اوريدي، فانت هتخلي المساح يطلع لك الشرب او ايا إن كان انت اللي هتطلعه بقى، والمهم تطلع ثابتة قريبة منك، وتقف بالميزان على الجنب التاني، وعامل يقف على السقف او النجارة المراد استلامها، وتستلم السقف بتاعك مظبوط تماما 100%، اللي هو ايه بقى المنسوب ده؟ اللي هو منسوب قاع قاع البلاط، منسوب قاع البلاط مش منسوب البلاطه من فوق، اللي هو هتجيب منسوب البلاطه عادي خالص، وتزود على قرايه القامه سمك البلاطه، سواء بقى البلاطه اللي انت شغال فيها 14، سواء البلاطه اللي انت شغال فيها 16، ايا كان بتستلمها، تستلم تهبيط السقف من الحتة دي في الحمامات، وتستلم تهبيط الدروب بانل، وتستلم اواقع الكاميرات، تمام؟ تعال بقى عند النقطة المهمة، انك بتنزل تحت السقف اصلا، يعني خلاص انت كده استلمت كل حاجة فوق، عندك مناور بتستلمها، عندك كاميرات بتستلمها، عندك، انا كده ما اظنش ان انا سبت حاجة، قلت لكم ازاي تستلم كل حاجة. تعال بقى عند الحتة المهمة، ما هو انا مش هعمل كل حاجه مظبوطه 100% فوق وبعد كده انزل تحت الاقي السقف واقع على دماغي، لا، يبقى انت المفروض بقى تنفذ الشده الخشبيه بتاعتك كويسه جدا. اول حاجه تراجع المسافه بين القوايم وبعضيها، ما تقلش عن 80 سنتي او على حسب تصميم الشده الخشبيه بتاعتك، المفروض احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده 50 مره، وقلنا لازم تعمل تصميم شده خشبيه، والقناة عليها برضو فيديوهات لتصميم الشدات الخشبية. ايه تاني؟ البراندات، يكون في كل الاتجاهات، نهايز على الاقل في اتجاهين عكس بعض او اربع اتجاهات في الاول وفي الاخر، وفي الاول وفي الاخر في كلا الاتجاهين اكس وواي. النهايز يا باشمهندسين، البراندات، الحمالات، العراقات تكون مطابقة للتصميم. وانت فوق نسيت اقول لكم حاجه، لو لقيت حته عايزه تتنبل نبلها، يعني تتنبل دي يعني تتقفل بخشب ابلكاش عشان ما تسربش خرسانه، تتاكد ان كل حاجه كونكشن مع بعضيها او ريستد على التانيه. العرقات ريستد على الحمالات، ريستد على القوايم، تمام؟ تراجع المسافه بين الحمالات كويس والعرقات كويس. هي المسافه بين الحمالات هي المسافه بين بين القوايم، تراجع المسافة بين العرقات كويس، تمام؟ لو الموضوع مستاهل انك تضبل الحمال نضبله، تتأكد ان مفيش حاجة مهوية ولا عاملة كانتليفر، الحمال مش مهوي او العرق مش مهوي ولا عامل كانتليفر. لو انت مثلا بتصب بلكونات تتأكد انه عامل اسكندراني بشكل مظبوط، تتأكد لو انت الموضوع السقف بتاعك عالي هيحتاج ان انت تعمل حط او حطتين فوق بعض من العروق، تتأكد ان العروق دي بقى موصولة بشكل كويس. يعني احنا لو عندنا السقف كله 3 متر،
الارتفاع بتاع الدور كله 3 متر، فهو مش مستاهل. هو واحد بيتحط بارتفاع 2 متر 80 وبتصب عادي خالص. طيب لو انت عندك اصلا السقف 6 متر، يبقى انا في الحاله دي هحط عرقين فوق بعض، يا اما احطهم بالشكل ده، وده اسمها قوره في قوره، قوره في قوره، وبالتالي لازم انا استلم القوره في قوره دي العرق قائم راسي تماما، ما يكونش مايل كده، والقرى في قرى دي العرق بيبقى المخ في المخ كده، او قرى في قرى، يبقى فيه مشترك يمين ومشترك شمال، مشترك من اتجاه اكس ومشترك من اتجاه واي، ويكون متمسمر المشترك ده في الاتجاهين من تحت ومن فوق برجل غراب. طيب ممكن برضه انفذ كده بوصله، مش كده، كده بوصله. في الحاله دي لازم انا ضفدع، تحط ضفدعه من تحت وضفدعه من فوق، وتحط قمطتين، قمطتين في كل عرق، لازم تعمل الكلام ده. ايه تاني؟ لو انت عندك بتصب على ارض مش على خرسانه، يعني العروق هتبقى ريستد على رمل مثلا او على حاجه، عندك نقطتين، وده لا يفضل طبعا، ملهاش معنى انك تعمل الكلام ده. لو على ارضيه صب الدكه بتاعتها، يعني لو انت بتصب على ارضيه بتاع الدور ارض او بدروم، ما تصب الدكه وتريح دماغك يا عم. هنقول ماشي، تعمل ايه؟ اول حاجه الارض لازم تتدك كويس، تتغمر وتتدك كويس، وبعدين تحط خشب بونتي، خشب سائل، والعروق بتاعتك تبقى ريستد عليها، ما تبقاش ريستد على الارض. العروق بتاعتك تبقى ريستد على الخشب ده، ما تبقاش ريستد على الارض. ايه تاني؟ ما يعني ما اظنش ان في كده حاجه تاني. تراجع كل الوصلات بتاعتك كويس. احنا 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 بنتكلم بشكل سريع على فكره، يعني الفيديو اللي هو مدته مثلا 10 11 دقيقه ده، احنا اتكلمنا قبل كده فيه في فيديوهات عدت النص ساعه، يعني في كل تفصيله من دي انا قلتها، التفصيله دي والتفصيله دي والبتاع العرقات والحمالات والكلام ده كله ده، يعني انا غالبا كل جمله قلتها لك عملت عليها فيديو، كل جمله قلتها في الفيديو ده موجود عليها فيديو سليم نص ساعه. فعشان كده انا بتكلم بسرعه. يا ريت بقى الناس تعمل اشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.